اهلا وسهلا بكل الساده المشاهدين اللي بيتابعونا وبيشوفونا على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه من التلفزيون المصري. حلقه جديده النهارده من برنامجكم الشهير اكله امي. اكله امي النهارده على شكل حفله. هنعمل حفله النهارده من الباسطه، يعني السفره بتاعتنا انواع من الباسطه. صوره حلوه على الشاشه تتحدث عن نفسها على شاشه القناه الاولى. تشكيله من المكرونه من اي سوبر ماركت موجود على المنطقه اللي احنا فيها، او المكرونه اللي موجوده عندك في ادراج المطبخ، ولكن الطعم فولاذ النهارده. هنعمل النهارده الكانولي بالسبانخ. كلنا عارفين عجينه الكانولي بتتعمل ازاي، خلونا نشوف نعمله ازاي بحشوات مختلفه منها السبانخ والجبنه. معانا النهارده الرافيولي باللحمه والطماطم. عجينه الرافيولي هنعملها مع بعض لطيفه وسهله، نفس مدرسه عجينه الباستا. هنشوف نعملها ازاي ونقدر نحشيها لحمه، نحشيها فراخ، نحشيها جمبري زي ما احنا حابين، وحسب الحشو بنضيف له الطماطم او الوايت صوص. معايا كمان من الباستا النهارده سلطه لطيفه جدا الاطفال بيحبوها، سلطه الباستا بالتونه والمايونيز. كلنا عارفينها طبعا، يعني اوميجا 3 يعني معادن يعني كالسيوم في نفس الطبق، ولكن المكرونه هنا بتتسلق طبعا تقريبا 3 ارباع سوا، وبعد كده بتتبرد تبريد جيد جدا وبتخش على التونه والمايونيز. ما ينفعش على فكره استخدم المكرونه وهي سخنه مع مايونيز، هي دي المدرسه. معايا كمان البنه النهارده اللي هي المكرونه القلم اللي بنستخدمها مع المكرونه بالبشاميل، هنعملها النهارده مع البيستو صوص. البيستو صوص مع المغازي له طعم تاني، هنشوف نعمله مع بعض ازاي ببساطه وسهوله. مع الريحان الاخضر اللطيف، مع الثوم، مع زيت الزيتون، تقدر تضيف التوابل اللي انت حباها معاه. اصبح هنا الفوتوتشيني بتاعنا الالفريدو بتاعنا المشهور في بعض المطاعم، بنروح ندفع في طبق قد كده في الفوتوتشيني الفريدو. دي معروفه طبعا بتاعت مستر الفريدو او الشيف الفريدو، ده طبعا ايطالي الجنسيه، كان الطبق ده اشتهر بيه المطبخ الطلياني، وبنعمله احنا هنا باطعمه مختلفه. نعمله بالفراخ، نعمله باللحمه، نعمله بالجمبري، نعمله بالسمك. انا هعملها النهارده بالفراخ المعتاد مع الوايت صوص، واشوف نعملها مع بعض ازاي. وحلقات النهارده مميزه جدا، وحفله باستا بطعم فولاذي مع المغازي. اوعى تروحوا بعيد، تابعوني بعد الفاصل. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل. محلك سرك ابو الشيف هستاذن مخرجنا الجميل، نستعرض مع بعض الماتيريال بتاعنا. ده يهمني جدا علشان نطلع من الجمله المعتاده، عايز نعمل لك سفره حلوه يا حبيبي كلف، وتجيب في الاخر حاجات كتيره قوي، ونوصل للاخر يا اما سفره حلوه يا اما فيها ملاحظات للامانه. يعني احنا النهارده معانا صدور فراخ، معانا زيتون اسود شرايح، جبنه موزاريلا، من التونه علبتين، معانا لوز مطحون مش صنوبر، ومعانا طماطم شيري صغيره، وتشكيله من المكرونه والباستا اللي موجوده في اي سوبر ماركت على الشارع، معانا جبنه شيدر مبشوره، ومعانا سبانخ والثوم والبصل المعتاد بتاعنا وكريمه لباني. هي دي كل الماتيريال بتاعي، ولكن السفره بالتاكيد هتكون مختلفه. هبدا باول حاجه الفوتوتشيني الفريدو اللي احنا هنعملها النهارده بالفراخ والكريمه والجبنه. هنشوف نعملها مع بعض ازاي بطريقه سهله وبسيطه، واعتقد ده اشهر انواع الباستا والمكرونه اللي الاولاد دايما بيحبوا ياكلوها بره. يجي الوايت صوص تقيل شويه، يجي الوايت صوص بارد، يجي الوايت صوص من غير جبنه. تعالوا نشوفوا ايه تفاصيل الاكله دي مع بعض. اول حاجه معايا طاس على النار، ومعايا ميه بتغلي جنبي. طبعا عشان نفهم الدنيا ماشيه ازاي، المفروض انك انت بتسلقي المكرونه دي مباشره وتضيفيها على الصلصه اللي هي تابعه للمكرونه. بتعملي مكرونه بالوايت صوص، بتعمليها بالسبانخ، بتعمليها بالطماطم. انا دايما احب المكرونه تكمل سواها مع الصلصه اللي هي تابعه ليها. دي مدرسه المغازي. ما نسلقش المكرونه على حده ونصفيها على حوض الغسيل او حوض المطبخ، وبعدين نسلقها نغسلها بميه وفي الاخر نحط لها الصلصه. انت هنا مش هتلاقي طعم خالص، هتلاقي الطعم في سكه وطعم المكرونه في سكه. انا بقطع الفراخ كده جوليان او رفايع صغيره كده بالشكل ده كده. ما عندكيش صدور فراخ، عندك فراخ وكنت عامله ملوخيه من امبارح، صدر فرخه هتسحبيه من الثلاجه مستوي، تقطعيه وتخليه وتقطعيه بنفس الطريقه وتحطيه على الوايت صوص اللي هي الكريمه مع بعض، وتشوف ازاي هنعمل الوايت صوص بتاع الفريدو مع بعض بطريقه سهله وبسيطه. فوتوتشيني يعني مكرونه عريضه، موجود منها في السوق دلوقتي اشكال مختلفه، في منها الاخضر واخد طعم السبانخ، في منها البيضه العريضه، هي موجوده على الشاشه قدام حضراتكم. وفي منها اكياس يعني برضه عشان نبقى احنا عارفينها باسماء مختلفه في السوق. بقطع الفراخ بالشكل ده كده، ولازم الفراخ تكون بنفس الطريقه
رفيعه كده، وما تاخدش وقت كبير في السوى. يوم ان انا اقطع صدر الفرخه شرايح الاول قبل تقطيعه، يبقى معايا كده اهو، شايفين الجو ده كده اهو. قطعنا الفراخ، معانا بصل وتوم في المقادير، مقادير على الشاشه شفناها حبايبي، بصل وتوم، كريمه لباني، التوابل بتاعتنا زعتر وملح وفلفل. دايما انواع البسطه بريئه من الكمون والكزبره الناشفه والقرفه، دول ثلاث حاجات يعني لا يفضل استخدامهم في انواع البسطه، زي تاني كمون كزبره والقرفه والجنزبيل احيانا. حلو الكلام اهو. لو هعمل مبكبكه، لو حطيت لها جنزبيل بعملها بلحم ضاني تبقى لطيفه وحلوه. حطيت زيت زيتون يا عم الشيف، بحط على زيت الزيتون ده بصلايه ناعمه، فين البصل معانا؟ حلو الكلام اه. ما بخليش البصلايه تتحبر هنا، ما بخليهاش تاخد لون، وانزل بالدجاج اللي انا مقطعه بالشكل ده كده اه، وحمص الدجاج مع البصله، وانا بحمصه وبقلبه بحط التوابل بتاعتي اللي هي الزعتر المعتاد والملح والفلفل اه. خلصت الاكله. معايا ميه بتغلي جنبي، والميه دي حاطط فيها عودير روزماري، بديها فليفر يعني، تسلق فيها المكرونه، حاطط فيها زيت، حاطط فيها شويه ملح. فراخ تتشوح كده، اللهم صل على النبي. بحط الزعتر بتاعي، فين الزعتر؟ حلو قوي اه. يقوم ريحه البصل هنا اه، ده زعتر. معانا في طريقنا روزماري. طلياني المطبخ يعني زيت زيتون محترم، يعني زعتر وريحان والحبق، يعني الروزماري. الاعشاب دايما موجوده في المطبخ الطلياني معروفه. اللي بيخلي مطبخ عن مطبخ ونعرف المطابخ من بعضيها تركيبه التوابل او انواع التوابل. طلياني يعني زعتر روزماري زيت زيتون، كل ده مع بعضنا. الوايت صوص، الريد صوص اللي هي صلصه الطماطم. اما التشاينيز مثلا لو اروح على المطبخ الصيني يبقى صويا صوص وزيت السمسم وصلصه المحار، الحاجات اللي هي بتدي فليفر حلو ده، بس طبعا الملح هنا بيبقى قليل جدا استخدامه. حلو الكلام اه. مطبخ شرقي بقى، خدي من عندك الكمون والكزبره والحبان والبهار الحلو والحاجات اللي احنا عارفينها اللي بتعلي الطعم وتعلي التست. الفراخ هنا زي الفل تمام. بنبدا نستعين بشويه ميه سلق المكرونه اهي. حلو قوي، دي مدرسة اه. واسيب الفراخ دي يا عم الشيف تستوي شوية آه. الله حلو قوي. نيجي نشوف الفوتوتشيني الفريدو اخباره ايه. الدجاج استوى؟ اكيد استوى، خد وقته من السوى. بنقفل الاكلة دي ونغرفها لحضراتكم سريعا. الفريق العمل الجميل بتاعنا، يا ريت تشوف مقاديرها على الشاشة بعد اذن حضراتكم اه. الله يبارك لكم اهو. نحط الوايت صوص بتاعي اهو، انا بقفل اكلتين دلوقتي اهو. ده الفوتوتشيني، حطيت كريمه لباني، اللهم صل على النبي، واحط كمان مكعبين من الزبده، والزبده ده اختياري برضو. ممكن ما تحطيش زبده وتخليها شويه ايه هيلسي. معانا المكرونه المستويه ثلاث ارباع سوا اهي 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 اهي، اللهم صل على النبي اهي. مكرونه شفت اهي، دي الفوتوتشينا اه اه اه. خلصت الاكله، تقليبه حلوه وهغرفها سريعه اهي. شفت المكرونه، ده الفوتوتشينا بتاعنا مع الوايت صوص. ممكن يتعمل بالطماطم يا شيف؟ لا، لازم زبده ولازم حليب ولازم دقيق اه. ممكن تشكليها بقى بالجمبري بالفراخ آه. خلص الفوتوتشينا بتاعنا زي الفل، هغرفه دلوقتي سريعا. عايز تحط جبنه على الوش بارميزان، اهلا وسهلا. ايه الحلاوه دي يا عم الشيف اه. الطبق ده جاهز اه، هغرفه كده نتفرج عليه مع بعض. ده اول طبق طلع معانا، صلي على الحبيب قلبك يطيب اه. هغرفه في الكاسرولة دي، يلا بسم الله الرحمن الرحيم. حلو قوي مستر الفريدو فيتوتشيني اه 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 اه. العب، هو دي طلع المكرونه دي زي الفل تمام.
ده طبق اول زي الفل بالفراخ ده خالص كده تمام. بنحط شويه ريحان على الوش كده زي الفل وده خلص. ممكن تحط جبنه بارميزان او تحط جبنه شيدر حسب الرغبه. معانا جبنه شيدر اهي شويه كده على الوش. هو ده الكلام. اللهم صل على النبي. خلص الطبق ده، تخش على اللي بعده. صوص الطماطم على النار، نار هاديه كده عشان ما يغرقلكيش البوتاجاز وتزعلي مني اهو. تعالوا مع بعض نشوف ازاي هنعمل الكانينولي زي الفل. عملت ايه النهارده يا شيف في عجاله كده؟ اشتريت انواع من المكرونه، عملنا عجينه الكانينولي، عجينه الرافيولي عملناها مع بعض، مقاديرها بسيطه وسهله وطبق جديد تقدري تحشيه حشوات مختلفه. عملنا مكرونه مع البيستو صوص وشفنا اتعمل ازاي سريعا. اساسي طبعا ريحان وزيت زيتون مع لوز مطحون ناعم. وعملنا المستر الفريدو اللي هي الباستا الفوتوتشيني الجميله، بالفراخ تعمليها، باللحمه تعمليها، بالجمبري تعمليها. عملنا باستا سلطه بالتونه لطيفه وحلوه مع المايونيز. وطبق الكانونولي ده جامد جدا لان جواه معادن، جواه حديد، تقدري تحطي معاه جبنه، تحطي لحمه مفرومه حسب الرغبه. السفره برضو ايا كان فيها حفله باستا، حفله شاورما، لازم طبق السلطه الخضراء يكون موجود على السفره يوميا. ده معانا باشكال مختلفه وبطعم مختلف. رايه فن ابداع بتشوفه كل يوم على شاشه القناه الاولى. منين يا مغازي؟ من ماس بير. We'll be right back.